مما يخرج عن أن التسلل بالحكمة والتبصر والجدية باقيدا عن أي مقاربة أو خلافات من شأنها أن تعرقل مسيرة جهودنا لإيجاد حلول عملية وواقعية أسرية وكيلة توفير هذه الحاجيات، لا سيما تلك التي تتسم بالآنية وتكتسي طابع الاستكشاف. إن واقع الحال يفرض على الجميع تحمل مسؤولية كل حسب دوره والقيام بما يلزم من أجل كسب هذا الرهان الذي لن يتحقق فيه التقدير إلا بإرساء حكامة ترابية جيدة توحد الجهود وتضمن الانتقالية والانسجام. وفي هذا السياق نؤكد دعمنا اللامشروط لتجسيد المبادرة الملكية على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بإحداث الحساب الخاص المرصود لأمور خصوصية للمساهمة الشخصية في هذا الصندوق، واتخاذ المبادرات التي ترونها مناسبة تجديدا لروح التضامن والوطنية الصادقة. أغتنم هذه الفرصة لكي أشد بحرارة على يد كافة السلطات العمومية وعلى رأسهم السيد والي جهاد سوس نساو عامل إقليم ترداند والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومنتخبي الجماعات الترابية وكافة الأطر العاملة بقطاع الصحة ومؤسسات محمد الخامس للتضامن وباقي الفاعلين الترابيين والاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني على الجهودات الجبارة التي يقومون بها من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة الطبيعية. وكذلك التقييم اليومي والمستمر لمختلف الأوضاع وعمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الدعم للناجين. كما لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات التي تقوم بها وسط الإعلام الجاد والنقابة الجهوية للصحافة بسوس مسا من أجل الوقوف على حجم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية وكل القوى الحية والوقوف في وجه كل الأخبار الزائفة والاستعلام غير سليم لصور الضحايا خاصة القاصرين والسعي لضمان احترام الكرامة الإنسانية. في الختام أسأل الله عز وجل أن تخرج بلادنا من هذه الكارثة الطبيعية أكثر صلابة وتماسكا، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير لهذه البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.